بالديفينيشنز الخاصة. سامعيني ولا ممكن حد يرد عليا؟ سامعيني يا سامعين حضرتك. يا مريم. ايوه يا دكتور. مريم الو. ايوه هذيك سامعني؟ انا بسمعك مريم. معلش مريم وعبد الرحمن السيد. ايوه يا دكتور. ممكن تردوا عليا كده يعني بقول قولوا لي اه تمام مش عارف ايه كده عشان ما اكلمش نفسي. ماشي حاضر يا دكتور. الصوت واضح كده؟ الصوت واضح صح؟ واضح. طيب هفكركم بسرعه كده، احنا النهارده هنبدا في الجزء الاخير في الكورس بتاعنا اللي هو هنتكلم على الموتور اوبريشن والسبيد درايف، ازاي ان هو بيقلل الانرجي، بيقلل اللوسز، وبيقلل بيرفع الافيشنسي بتاع تشغيل الموتور والكلام ده. الكورس بتاعنا كان بدا اول جزء خالص كان شويه ديفينيشنز كده خاصه بالانرجي مانجمنت والانرجي افيشنسي، وجينا حتى لو فاكرين انا قلت ان احنا الانرجي افيشنسي ميجرز اجراءات الانرجي افيشنسي فيها نوعين، يا اكتف ميجر يا باسيف ميجر. الباسيف ميجر ان هو زي ما قلنا كده ان انا اغير اللايتنج مثلا على سبيل المثال من فلوريسنت اقلبه اخليه كله ليد، انما الليد ده لو عملت عليه كنترول وعملت اوتوميشن وركبت سنسور فصلت وشغلت اللومينيرز او اللايتنج سورسز اللي موجوده عندي كده الميجر قلب اكتف. بعد كده رحنا واخدين مثال على الكلام ده الباور فاكتور كوركشن، واستمرنا مع الباور فاكتور كوركشن شويه طوال كده وقلنا ان انا اركب كاباستور بانك ده في حد ذاته يعتبر باسيف ميجرز، اما لو الكاباستور بانك ده كان كنترولابل وراكب فار لوجيك او راكب كنترولر بيتحكم في كميه الكيو اللي واخدها من كاباستور اكوردنج للاكزيستنج لود، قلنا ان كده الباسيف ميجر برضو تحول لاكتف. ايه لاكتف ميجر. ورحنا بعد الباور فاكتور كوركشن رحنا واخدين اللايتنج، فهمنا اللايتنج قوي وخدنا شويه ديفينيشنز خاصه بالاليومينيشن انجينيرنج، عرفنا يعني ايه لاكس وعرفنا يعني ايه اليومن وعرفنا يعني ايه كاندلا وعرفنا لما بنديزاين اللاي اوت بنكونسيدر في ايه، وبناخد اليوتيلايزيشن فاكتور والمينتنس فاكتور والسبيس تو هايت ريشيو، واخدنا كذا محاضره في موضوع اللايتنج ده وحلينا عليه المره اللي فاتت ثلاث مسائل في الديزاين. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا دكتور. احنا كده خدنا. ايوه اتفضل. الو يا شباب. ايوه دكتور سامعينك. يبقى احنا كده يا شباب خدنا الباور فاكتور كوركشن وخدنا اللايتنج كميجرز بنعملها او حاجات بنرفع بيها الانرجي افيشنسي للسيستم. حضره النهارده بقى هنبدا في الجزء الثاني اللي هو هنروح للسبيد درايف، بس انا عشان اروح للسبيد درايف عايز افهمك شويه حاجات. اولا انا هركز مع الموتور في محاضره النهارده. الهايلايت اللي انا حاطه تحت كلمه موتور ظهر ولا لا يا شباب؟ ظهر. فمن ضمن الاكتف انرجي افيشنسي ميجرز ان انا اركب سبيد درايف على موتور، بس الموتور اللي هي واقفه عنده. الموتور ده احنا درسناه في مواد ماشين وخدنا ثيري اوف اوبريشن بتاعته وخدناه بالتفصيل. الموتور يعتبر الموست امبورتنت الكتريكال لود، اشهر الكتريكال لود واكتر الكتريكال لود بيسحب مني انرجي هو مين؟ هو الموتور. فالموتور عايزين نفهم طبيعه تشغيله ايه، المودز بتاع التشغيل بتاعته ايه، علشان انا متارجت في الاخر ان انا اقلل اللوسز جواه او ارفع الافيشنسي بتاعته علشان خاطر اكتر حد اقدر اوفر بيه كهرباء او اعمل انرجي افيشنسي ليفل عالي هو ان انا احكم او اعمل كنترول على الموتور وتشغيل. يبقى الموتور هو اهم الكتريكال لود، عشان كده احنا هنتعرف عليه بشويه تفاصيل زياده النهارده. البرزنتيشن اللي انا عارضها قدامك دي الاوتلاين بتاعنا، ظهرت السلايد بتاعت الاوتلاين ولا لا؟ ظهرت. لا
لا معلش انا قلت في اتنين هيردوا عليا على فكره انا بتكلم نفسي ظهرت نفسي ظهرت ظهرت ها ايوه الو لا دكتور حضرتك سامعني انا سامعك يا ابني ايه السلايد ظهرت بقول لحضرتك ظهرت ايوه ايوه ظهرت طيب البرزنتيشن بتاعت النهارده اللي هبعتها لكم ان شاء الله او هديها لقناوي اول حاجه فيها هنعمل انترودكشن للموتور والميكانيكال لودز لان ده مهم قوي نكون فاهمينه بعد كده هناخد اشهر طرق في الموتور ستارتنج وبعد كده هناخد البرنسيبال اوف فاريبل سبيد درايف والانرجي افشنسي والسبيد درايف وهناخد كيس ستارت فخلينا نبدا محاضرتنا النهارده بالموتور زي ما الدكتور قال من شويه الموتور هو اشهر الكتريكال لود هو اكتر لود بيسحب مني انرجي هو اكتر لود بيسحب انرجي في الاندستري حتى في الابليانسز بتاعه الهومز هو اكتر حاجه بتسحب منك نسبه كبيره من الالكتريستي بيل بتاعتك هتلاقي التكييف الثلاجه الغساله اي حاجه فيها موتور دي اكتر حاجه بتسحب منك كهرباء فالموتور لا يخفى علينا ان هو اشهر الكتريكال لود ولازم افهمه كويس. طيب اللي درسونا خلال السمسترز اللي فاتت فهمونا ان الموتور فيه منها نوعين اي سي ودي سي. الفرق بين الاي سي والدي سي موتور مفهوم. لو الافيلابل سبلاي اي سي بيدي الكتريكال باور للموتور يبقى بنقول الموتور اي سي. لو الافيلابل سبلاي دي سي سبلاي بنقول على الموتور اي دي سي. الموتور انتوا عارفينه هو احد الاليمنت او الالكتريكال اكويبمنت اللي بتحول البي الكتريكال اللي ايه يا شباب ها ها لبي ميكانيك متفقين متفقين طيب لو البي الكتريكال دي واخدها من اي سي سورس يبقى الموتور ده اي سي لو البي الكتريكال دي واخدها من دي سي سورس يبقى الموتور ده دي سي الاي سي موتور في منها نوعين زي ما درسنا مع بتوع الماشين في منها سينكرونس موتور وفي منها اندكشن موتور مين فيكم يعرف الفرق بين السينكرونس موتور والاندكشن موتور انا مش سامع مش سامع منكم مفيش رد فعل خالص انا مش عارف السينكرونس بيشتغل عند السينكرونس بي بس يا دكتور لكن الاندكشن ممكن يشتغل اقل منها طيب زي ما زميلنا قال كده لو سمحتوا ركزوا السينكرونس موتور هو موتور السبيد بتاعته بيلف بسبيد ثابته اسمها ان اس اسمها سينكرونس سبيد اما الاندكشن موتور بيروتيت بسبيد مختلف عن السينكرونس سبيد اسمها ان ار اسمها ان ايه ان ار وان ار دي بتبقى اقل بشويه من السينكرونس سبيد وبالتالي لو الموتور السبيد بتاعته ثابته وفيكسد وقيمتها ان اس اللي هي سينكرونس سبيد بقول عليه سينكرونس موتور اما لو الموتور السرعه بتاعته ان ار وبتفاري مع اللودنج بتاع الموتور واما اقول لودنج الموتور يا شباب قصدي الميكانيكال لود فلو الميكانيكال لود بتاع الموتور اختلف والسرعه ثابته يبقى الموتور ده اسمه سينكرونس موتور والميكانيكال لود بتاع الموتور اختلف والسرعه اتغيرت بقول عليه اندكشن ايه اندكشن موتور وسواء كان سينكرونس موتور او اندكشن موتور في منه سنجل فيز وفي منه ثري فيز يبقى انواع الاي سي موتور سينكرونس واسينكرونس على فكره اندكشن هي كلمه اسينكرونس اسينكرونس عكس سينكرونس ان هو كل ما اللودنج يختلف السرعه تختلف يبقى ده اندكشن لو اللودنج اختلف والسرعه ثابته يبقى ده سينكرونس طب امتى اقول عليه سنجل فيز وامتى اقول عليه ثري فيز حسب السورس اللي بيغذي لو السورس اللي بيغذي اي سي سنجل فيز فبقول على الموتور ده سنجل فيز سينكرونس او سنجل فيز اندكشن لو السورس اللي بيغذي ده اي سي ثري فيز فبنقول ثري فيز اندكشن او ثري فيز ايه سينكرونس متفقين في مشاكل في اللي انا بقوله ده ولا ماشي الحال متفقين يا دكتور طيب النوع الثاني من الموتور اللي هي الموتور اللي بتتغذى يا مداء يا ال
الموتور لو سبلاي الافيلابل دي سي بنقول على الموتور دي سي موتور. والدي سي موتور في منه انواع، انتوا درستوا في الماشين، اسمحوا لي بس هفتح نوتس كده وقولوا لي هكتب فيها ظاهر ولا لا. الموتور يا شباب دايما فيه جزئين اساسيين او الالكتريكال ماشين، فيلد وارمتشر. اللي درسوا لكم ماشين قالوا لك ان ده رمز الارمتشر، الارمتشر اللي هو الشافت اللي بيلف، والفيلد بيبقى الكويل اللي بيعمل فلكس. اكوردنج للعلاقه او الكونكشن ما بين الفيلد والارمتشر بيتحدد نوع الموتور. بمعنى لو حضراتكم شفتوا كده في السلايدز، رجعت انا اهو، لو الفيلد مش كونكتد للارمتشر بنقول على الموتور ده سيبريتلي اكسايتد. يبقى لو الفيلد الكتريكالي مش كونكتد للارمتشر بنقول عليه سيبريتلي اكسايتد، وبيبقى رمزه اهو. يبقى الفيلد كده شغال لوحده والارمتشر بعيد عنه كده، مفيش اي كونكشن ما بينهم، فده بنقول عليه سيبريتلي اكسايتد. اما لو ركزوا معايا بقى، في كونكشن الكتريكال كونكشن ما بين التيرمينالز بتاعه الفيلد، التيرمينالز بتاعه الفيلد والتيرمينال بتاعه الارمتشر، بنقول عليه سيلف اكسايتد. بنقول عليه سيلف اكسايتد. يعني على سبيل المثال لو انا موصل الفيلد سيريز مع الارمتشر زي ما انا، الرسم واضح ولا لا يا اولاد؟ واضح. بنقول عليه سيريز سيلف اكسايتد. لو انا موصل الفيلد بارلل مع الارمتشر بالشكل ده بقول عليه شنت سيلف اكسايتد. لو انا الفيلد وايندنج واخد منه جزء بارلل واخد منه جزء سيريز، مين يعرف بنسميه ايه ده؟ ها، بنسميه كومباوند. يبقى انا عندي الدي سي موتور في منه نوعين، في سيبريتلي اكسايتد وفي سيلف اكسايتد. السيلف اكسايتد في منه ثلاث انواع، في سيريز او شنت او كومباوند. الفرق بين السيريز والشنت والكومباوند هو الالكتريكال كونكشن ما بين الفيلد وما بين مين يا شباب؟ وما بين الارمتشر. ده باختصار على السيمبل بتاع الارمتشر والفيلد، اهي انواع الموتور والكلام ده موجود في السلايد عندنا. يبقى السلايد دي تمام كده، احنا صنفنا الدي سي موتور سيبريتلي اكسايتد وسيلف اكسايتد. السيلف اكسايتد في منه ثلاث انواع، شنت موتور وسيريز موتور وكومباوند موتور. كده ده الكلاسيفيكيشن بتاع الموتورز او انواع الموتور، الالكتريكال موتور اللي احنا بنتعامل معاه. في مشاكل في السلايد دي ولا كمل؟ كمل. طب عايز اسال سؤال قبل ما اكمل، هو اختلاف الكونكشن بتاع الفيلد سواء كان شنط او سيريز او كومباوند يفرق في ايه؟ انتوا درستوا ماشين ولا لا؟ درسنا ماشين. طب تفرق في ايه يا جماعه؟ يفرق في ايه ان انا اوصل الفيلد شنط مع الارمتشر او سيريز او جزء كده وجزء كده اللي هو كومباوند؟ حسب الكاركترستيك اللي انا عايزها. يعني على سبيل المثال، والمفروض الكلام ده انتوا تبقوا فاهمينه لان انتوا خلاص سينيور 2، يعني لو انا عايز ستارتنج تورك عالي اوصل الفيل شنط ولا سيريز ولا كومباوند؟ من الامثله او التطبيقات المشهوره الدي سي تراكشن. بعض انواع المترو زمان، المترو زي مترو الانفاق كده، كان السبلاي بتاعه دي سي. اول مترو بتاع حلوان، المرج حلوان ده شباب، كان الموتور بتاعه دي سي سيريز موتور، لان السيريز موتور يتميز ان التي ستارتنج بتاعه عالي. فانا لو عندي عايز اعمل تراكشن لقطر فيه ناس قد كده، فلازم الستارتنج تورك بيبقى عالي. فكنا بنوصل الموتور اللي بيسحب القطر ده يا اولاد سيريز موتور عشان الستارتنج تورك يبقى عالي. يبقى حسب انا محتاج الميكانيكال لود بتاعي شكل التورك بتاعه ايه، انا اللي بوصل
الفيلد يا اما شنط يا اما سيريز يا اما كومباوند. يبقى لكل مقام مقال، كل نوع من انواع الموتورز ده ليه ميكانيكال ابلكيشن معين يا اولاد. متفقين؟ متفقين. يبقى كده في السلايدز دي احنا تناولنا الموتور هو ايه، هو حاجه بتحول الالكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي. انواعه ايه حسب السبلاي، يا دي سي يا اي سي زي ما دردشنا مع بعض. في مشاكل ولا كمل؟ كمل. طيب نخش بقى بعد كده، بعد ما عملنا انواع الموتور، من الحاجات المهمه اللي لازم اهتم بيها الباور فلو. يعني ايه الباور فلو؟ يعني ايه الباور فلو؟ يعني الالكتريكال باور اللي داخل على الموتور، ايه اللي بيحصل جوه الموتور لحد ما بتخرج النت ميكانيكال باور اللي بيستفيد بيها الميكانيكال لود. فلو ركزتوا معايا كده، التشارت اللي انا عاملها دي بتبين الموتور باور فلو. انا بخش بانبوت باور، والانبوت باور دي على فكره بتبقى بي الكتريكال. الكتابه اللي بكتبها باينه ولا لا؟ باينه يا دكتور. انا لو بتكلم مثلا عن 3 فيز اندكشن موتور، تتوقع الالكتريكال باور احسبها ازاي؟ قولوا يلا. برافو عليكم. جهاز لثلاثة، ها، في لاين في الاي لاين في كوساين ايه؟ كوساين فاي. كوساين فاي ده اللي هو الباور فاكتور بتاع مين؟ الموتور. والاي ده هو الكرنت، والفي ده هو الفولت، وجهاز لثلاثة احنا عارفين ان دي معادلة 3 فيز باور. يبقى الالكتريكال باور اللي داخله بالواط دي ايه اللي بيحصل؟ الباور دي في جزء منها بيضيع في الستيتور وايندنج. في الستيتور وايندنج بنقول عليه باور لوس او كابر لوس. يبقى لو انا عندي واير والواير ده ليه كروس سيكشنال اريا وليه لينز، بيبقى ليه ريزيستنس. الريزيستنس بتاعت الواير ده لو عدى فيها كارنت وخدت الاي ده سكوير في الريزيستنس بتاعت الواير ده بيدي مين يا اولاد؟ ها، الكابر لوس. يبقى الباور بتخش اول حاجه في جزء منها بيحصل له لوس في الكابر بتاع الوايندنج اللي موجود. بعدين انتوا عارفين ان في الالكتريكال ماشين بيبقى فيه ايرن، بيبقى فيه لامينيتد ايرن انا حاطه او حاطط فيه سلوتس عشان خاطر الف الوايندنج عليه. الايرن ده بيبقى فيه شويه لوسز برضه. اللوسز دي لو انتوا فاكرين كده ودرستوا ماشين بتبقى نتيجه الايدي كارنت، وفي منها نوع اللي هو الهستيريسيس لوسز. وكلاهما لوسز بتتناسب مع مين؟ مع الفريكوانسي. يبقى انا عندي في عندي لما بخش الكتريكال باور على الموتور جزء بيضيع في الكبر بتاع الستيتور وجزء بيضيع في الاير. بعد ما اللوسز دي تضيع تبدا الباور تتنقل ثرو حاجه جوه الماشين اسمها الاير جاب. ايه الاير جاب دي؟ انتوا عارفين بيبقى ادي الشافت بتاع الموتور اهو بيلف، انا واخد كروس سكشنال اريا، وادي الستيتور بيبقى محاوطه بالشكل ده، بيبقى في بينهم جاب، بيبقى في بينهم اير جاب. لو درستوا ماشين برضو هتبقوا سمعتوا على الاير جاب دي. الاير جاب دي بعد الكبر لوسز وبعد الاير لوسز بيتنقل فيها الباور من الستيتور لمين بقى يا اولاد؟ ها، للروتور. الروتور ده اللي هو الشافت بتاع الموتور اللي بيلف، اللي جزء منه بيروح الباور دي بقى الاير جاب باور دي جزء منها بيتنقل على الميكانيكال لود. ودي الباور اللي انا بستفيد بيها، دي الباور اللي انا بستفيد بيها اللي بتشغل الميكانيكال لود اللي الموتور واصل عليه. بس قبل ما ده بيحصل انا ببقى محمل الشافت بتاع الموتور على بيرنج، فبيحصل شويه فريكشن كده، فالفريكشن ده بيعمل عندي ميكانيكال لوس، بيعمل عندي ميكانيكال لوس. وكمان الروتور ساعات بيبقى ووند روتور، فبيبقى في عندي كبر لوس برضو اي سكويرد في ار. يبقى اللي انا الدكتور عامله ده وده مهم وعليه مسائل في الشيت هيبقى يحلها معاكم المعيد. في عندي انبوت باور الكتريكال جزء منها بيروح في الكبر بتاع الستيتور وجزء بيضيع في الاير، اللي فاضل بيتنقل ثرو الاير جاب بيتنقل للروتور، جزء منه بيروح في الواير وجزء بيضيع ميكانيكال لوس زي الفريكشن لوس والحاجات دي، وفي الاخر باخد النت ميكانيكال باور. عايز اسال مريم سؤال. اتفضل يا دكتور. اكوردنج للي انا عامله ده تقدري تقولي لي الافشنسي بتاعت الموتور بايه؟ بي اوتبوت ميكانيكال بي انبوت الكتريكال. تمام، يبقى البي نت ميكانيكال
تمام مركزه على البي الكتريكال اللي انا مديها. خد بالك ان انا حطيت لك ايكويشن زي مبينه البي الكتريكال بكام والايرن بكام واقدر احسبه ازاي. فاحنا عندنا مسائل في الشيت على الموضوع ده وده سهل جدا. الافيشنسي دي دلوقتي انا اصلا الكورس بتاعي انرجي افيشنسي او انرجي مانجمنت وانا عايز ارفع الانرجي افيشنسي ليفل بتاعي. يبقى الافيشنسي دي انا عايز اعمل ايه يا شباب؟ عايز ازودها. يبقى احاول اقلل اللوسز. كل ما اللوسز اللي في السكه دي قلت كل ما الافيشنسي ايه؟ الافيشنسي زادت. يبقى مهم لي عشان ادرس الباور والانرجي افيشنسي للموتور ان انا اعرف الباور فلو بتاعه. الكتريكال باور بتخش جزء بيضيع في الكبر جزء بيضيع في ايرن اتنقل للجاب الجاب في جزء كبر جزء ميكانيكال لوس واخد النت اوت باور في الاخر. لو قسمنا البي نت ميكانيكال على البي الكتريكال في 100 يديني مين الافيشنسي بتاعت الموتور. مفهومه السلايد يا شباب؟ مفهومه يا دكتور. طيب تمام. تعالوا بقى بعد ما اتكلمنا على انواع الموتورز وعلى الباور فلو في الموتور تعالوا نشوف كده الموتور ده بما انه اهم الكتريكال لود اكوردنج للتشغيل بتاعه في ثلاثة مود لتشغيل الموتور يا شباب. اول مود اللي هو الستارتنج. مين فينا ما يعرفش ان الموتور ات ستارتنج بيبقى الكارنت بتاعه عالي؟ ها طيب ليه الكلام ده؟ ركزوا معايا. لما درستوا دي سي ماشين الناس قالوا لك الكارنت بتاع الارمتشر هو الفولت اللي انت حطه ناقص الباك اي ام اف على اطراف الموتور على الريزيستنس بتاعه الارمتشر. حصل ولا ما حصلش؟ عارفين المعادله دي ولا لا؟ لو انا بتكلم على دي سي موتور الكارنت بتاع الارمتشر بيبقى ايه؟ الابلايد فولتج اهو في ناقص الباك اي ام اف اللي هي الانديوز دي ام اف او الباك اي ام اف اللي بتنشا على اطراف الملفات بتاع الكويل بتاع الموتور مقسوم على الريزيستنس بتاعه الارمتشر. مين فيكم ما يعرفش المعادله دي؟ اهي ادي سكيماتيك دايجرام ادي الارمتشر واطرافه هنا بيجي الاي باك وهنا دي الريزيستنس ار اي وانا بحط هنا الفولت في يبقى الاي اي بكام؟ قولوا انتوا بقى. ها من السيركت الفولت ناقص الباك اي ام اف على الار اي. الكرنت ده ركزوا معايا لو انا بقول الموتور بيستارت يعني ايه بيستارت؟ يعني في البدايه في وضع الستاند ستيل بيبقى الان بتاعت الموتور بكام؟ بزيرو. يا عبد الرحمن. ايوه يا دكتور. في الستارتنج الان بتاعت الموتور بتبقى بزيرو. عندك مانع؟ لا. طب هما مش درسوا لك ان الباك اي ام اف بتاعت الموتور دي بتتناسب مع السبيد ولا ما قالوا لكش؟ اه درسوا لي. طيب لما السبيد تبقى صفر يبقى الباك اي ام اف بكام؟ بصفر. بصفر. يبقى في لحظه الستارتنج ليه الكرنت عالي يا اولاد؟ لان الباك اي ام اف ما بتبقاش موجوده. فبالتالي بص على الايكويشن كده لما تقول في ناقص صفر على ار اي فبيبقى الستارتنج كرنت ماله؟ ها عالي قوي. لازم الموتور بتاعي اكون فاهم ان من ضمن مودز التشغيل بتاعه ان بياخد له شويه وقت على ما بيستارت. شويه الوقت دول فيهم الكرنت عالي. طيب ايه تاني مود للتشغيل بتاع الموتور؟ ان الموتور خلاص عدينا مرحله الستارتنج ومتحمل بالميكانيكال لود بتاعه والموتور شغال وبيلف. فبنقول على المود ده اللي هو الستيدي ستيت اوبريشن للموتور. الموتور شغال عادي وعادي متحمل بالميكانيكال لود بتاعه. ولو ان بعض الموتورز ممكن يبقى فيه حاجه اسمها جيركن تورك. ايه الجيركن تورك ده؟ ممكن الموتور والفيكسيشن بتاعه مش سليم فتلاقي الموتور بيترج كده. عارفين فاهميني؟ يبقى الموتور متحمل بالميكانيكال لوب بتاعه شغال بس فيه رجه بتحصل كده. اتفقنا؟ الرجه دي اسبابها كتيره. ممكن تبقى فيكسيشن، ممكن تبقى هارمونكس، ممكن تبقى كذا، ممكن تبقى كذا. المهم ان تاني مود للتشغيل ان الموتور بعد ما يستارت يشتغل عادي بقى. العادي بقى ده احنا بنسميه ايه؟ ها ستيدي ستيت. اتفقنا يا اولاد؟ اكمل ولا انا بكلم ناس؟ الله يخرب بيتك والله. طيب تالت مود بقى اللي هو شويه كده فيه بروتكشن ان الموتور يبقى شغال في الامرجنسي مود. يعني ايه الموتور يبقى شغال في الامرجنسي مود؟ يعني يحصل انترنال او اكسترنال فولت للموتور يخلي الكرنت يزيد
يخلي الفولت يقل، يخلي اي حاجه تحصل ويبقى الموتور شغال في الامرجنسي، يعني فولتي كونديشن. يبقى يا اولاد ها فولتي كونديشن، يبقى دول الثلاثه مود بتوع تشغيل الموتور. وانا قلت في الاول انا مهتم بالموتور لان ده اهم الكتريكال لود وديناميك لود وبيعمل لي مشاكل، واكتر حاجه بتستهلك مني ايه، بتستهلك مني انرجي. يبقى مود التشغيل تمام. تمام يا دكتور. طب انا بقى لو عايز ارفع الانرجي افشنسي ليفل بتاعه الموتور ده والتشغيل بتاعه، عايز والموتور شغال كده ابقى مطمن ان انا باخد منه اللي انا عايزه باقل انبوت. مش ده تعريف الانرجي افشنسي ولا لا؟ ايه خش انا خش اه مظبوط يا دكتور. عمرو خالد يا دكتور. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله. انا كنت بقول ايه يا عمرو دلوقتي لحضرتك؟ والله بنتكلم على الموتور. على نتكلم على الموتور؟ لا لا بقول ايه، كنا لسه بنتكلم على الثلاث، الستارت والامرجنسي. أيوة. وكان نوع كمان الثلاث انواع. ركز معايا يا عمرو. صح معاك يا دكتور. ماشي طيب معلش ركز معايا زياده الله يهديك. خلاص ماشي يا دكتور. طيب نرجع تاني يا شباب، نرجع تاني يا شباب. لو انا بقى الموتور بتاعي يا اولاد عايز اشغله ويبقى الانرجي افشنسي ليفل عالي، بيقول لك في شويه توصيات كده لازم تعمل بيها. اول حاجه لازم التشويس بتاع الموتور يبقى اكوردنج للميكانيكال لود. بمعنى ركزوا معايا، لو انا محتاج الموتور ده يدي ميكانيكال باور لميكانيكال لود، والميكانيكال لود ده مثلا كان واحد هورس باور، قلبين ميكانيكال اللي انا محتاجها ايه، ها واحد هورس باور، الراجل بيقول لك يا ريت تختار الموتور ريتنج يكون قريب من الميكانيكال لود، اعلى منه بس مش اعلى قوي. يعني لما انا الميكانيكال لود يكون 1 هورس باور ما اروحش اختار موتور يديني 2 هورس باور، ممكن اختار موتور يديني 1.2 هورس باور. فاهمين قصدي؟ يبقى اول حاجه عشان تقول انا عايز ارفع الانرجي افشنسي ليفل بتاع تشغيل الموتور، ان الموتور ريتنج يبقى قريب من الميكانيكال لود بتاعته، مش بعيد عنها، مش اكبر منها طبعا ولا اقل منها. هو لو الموتور يا جماعه بيديني 0.8 هورس باور واللود بتاعي 1 هورس باور، ايه اللي هيحصل؟ الافشنسي بتاعت الموتور هتكون قليل. لا اللي هيحصل الاول الكتريكال طبعا الافشنسي هتبقى رايحه في داهيه طبعا، بس هو ايه اللي هيحصل لموتور الريتنج بتاعه 0.8 هورس باور والميكانيكال لوب بتاعه 1 هورس باور؟ اوفر لود. ده يعني ايه؟ عايزك تتخيل معايا، يعني الموتور عايز يعزم زياده، عايز يخرج ترك زياده. فكل لما يجي عايز يخرج ترك زياده هيسحب كارنت زياده، صح ولا لا؟ الكارنت الزياده ده ممكن يبقى اعلى من الكارنت اللي يستحمله الوايندنج بتاعت الموتور نفسه. فبنقول على الموتور كده بدل مثلا سي ما هو ساحب 10 امبير في النورمال كونديشن بقى ساحب 12، يبقى كده الموتور اوفرلودد ب 20%. لو استمر الاوفرلود ده فتره طويله ممكن يعمل لي مشاكل في اللود ويحصل هيتنج ويحصل شغلانه كده ويحصل دامج او انسوليشن فيلير في الوايندنج بتاع الموتور، ويقولوا الموتور ايه بالبلدي كده اتحرق. اتفقنا؟ يبقى لو سمحت يا باشمهندس عشان تشغل موتور والانرجي افشنسي ليفل يبقى عالي، اول حاجه انا بقول لك عليها لازم الموتور ريتنج يبقى مناسب مع قيمه الميكانيكال لود. سهله ولا صعبه؟ سهله يا دكتور. طيب تاني حاجه، الموتور اللي هو الالكتريكال لود المقرف ده حضرتك لازم لو الستارتنج كارنت بتاعه عالي تعمله ليميتيشن. يعني ايه تعمله ليميتيشن؟ يعني الاي ال عالي اللي الدكتور كان بيشرح فيه من شويه ده لازم تيمبلمنت ميثود تكنترول الاي ستارتنج ده وتقلله. ليه؟ لان بعض المواتير سنسيتيف للاوفر كارنت اللي بيحصل في الستارتنج وممكن يبقى فيها مشكله. يبقى تاني حاجه
بعد ما اختار الريتنج بتاع الموتور مناسب للميكانيكال لود ان انا اختار ستارتنج ميثود مناسبه. فانا اتفقنا دكتور. حد يرد عليا يا شباب؟ يا دكتور معاك. يا دكتور محدد. طيب ثالث حاجه ان انت تشوف الكنترول اللي انت عايز تعمله على السبيد بتاع الموتور ده والتورك اللي خارج منه. لو انت عندك كنترول مثلا عامل بروسيس معينه عايز تزود السبيد تقلل السبيد الكلام ده لازم تيمبلمنت ديفايس هنتكلم عليه بالتفصيل جامد جدا اسمه ايه؟ ها سبيد درايف. يبقى انا لو الموتور بتاعي الابلكيشن او الميكانيكال لود اللي عليه يخلي السرعه بتاعه الموتور مختلفه ولازم اعمل كنترول على الكلام ده فلازم الموتور اركب عليه حاجه اسمها ايه؟ ها سبيد درايف. يبقى بعد ما اختار ستارت ميثود مناسبه ممكن لو عايز اعمل كنترول على السبيد والتورك بتاع الموتور يكون الموتور مركب عليه ديفايس الكترونيك ديفايس اسمه ايه؟ ها فاريبل سبيد درايف. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي لازم اعملها عشان اضمن ان الموتور شغال افيشنت ان الموتور ده يبقى الباور فاكتور بتاعه عالي ما تشغلش موتور على باور فاكتور 0.6 او 0.7 على الاقل معظم الموتور بيشتغل باور فاكتور يبقى 0.85 0.85 ده باور فاكتور مناسب. والدكتور وليد قال لنا ان لو انا شغلت على باور فاكتور قليل ده هيزود ايه يا رجاله؟ الهارمونكس. يا راجل انا لو شغلت على باور فاكتور قليل الهارمونكس هتزيد اللوسز. انا قلت لك كده بالظبط. لو انا شغلت على باور فاكتور قليل يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ هسحب باور عاليه فهسحب كارنت اعلى فاللوسز بتزيد والافيشنسي بتبقى زي الزفت. وقلنا ان كل ما الباور فاكتور يزيد الافيشنسي بايه بتزيد. يبقى حضرتك عايز ترفع الانرجي افيشنسي ليفل بتاع تشغيل الموتور يا ريت تشغل الموتور على باور فاكتور ايه عالي. عايز اقول لكم ان في الهيفي اندستري في مواتير كبيره المواتير الكبيره دي بيبقى الباور فاكتور بتاعها قليل فالناس بتيجي جنب الموتور ده تركب له شويه كاباستور خاصه بيه هو عشان يرفع الباور فاكتور بتاع مين بتاع الموتور عشان يضمن ان الموتور شغال افيشنتلي والافيشنسي عالي واللوسز ايه واللوسز قليل. ماشي يا اولاد؟ تمام. يبقى نقطه 2 3 4 النقطه الخامسه بقى اللي لازم تاخد بالك منها افرض ان انت في مصنع والمصنع ده البروسيس بتاعته طالبه ان يبقى فيه مثلا حاجات شغاله بالمايكرو بروسيسور حاجات فيها بي ال سيز عامل حاجات في الباور الكترونكس كل الحاجات دي بتنجكت على النتورك حاجه اسمها ايه؟ ها عارفينها انتوا حاجه اسمها ايه؟ قولوا هارمونكس. هارمونكس الهارمونكس دي لازم علشان تضمن ان الموتور الانرجي افيشنسي ليفل بتاعه عالي لازم تعمل لها مونيتور ولو عالية لازم تعمل لها ميتيجيشن. أنا لازم أمونيتور الهارمونيكس وكمان لو هي عالية قوي ممكن أعمل ميتيجيشن عن طريق إن أنا أركب فلتر زي ما دكتور وليد كان معلم. اتفقنا؟ ليه بقى يا أولاد؟ لأن وجود الهارمونيكس الهارمونيك كومبوننتس بتخلي في هارمونيك كارنت. الهارمونيك كارنت ده بيعمل تورك غير الستيدي ستيت تورك اللي انا عايزه فالتورك ده بيعمل الرجه او الهزه في تشغيل ايه في تشغيل الموتور. يعني انت لو لقيت موتور متربط وشغال ومتحمل بالميكانيكال لود بتاعه وصوته هادي كده ومش بيترج جامد اعرف ان الموتور ده مفيش هارمونكس في السبلاي اللي موصل عليه. اما لو لقيت الموتور فيه هزه كده ورجه حاصله اعرف ان فيه هارمونكس ايه موجود. فانت لو انت عايز ترفع الانرجي افيشنسي ليفل بتاع تشغيل الموتور بتاعك لو سمحت اعمل مونيتور للهارمونكس ولو عاليه اعمل لها ميتيجيشن عن طريق ايه عن طريق فلتر. لحد كده في مشاكل؟ معلش احنا طولنا شويه في السلايد دي بس دي اهم سلايد. اخر حاجه بقى علشان تمام انت تمام كده والموتور بتاعك انت مصاحبه ومشغله كويس وانرجي افيشنسي ليفل عالي ان انت الموتور تقدر تعمل له protection against the faults وده بيتطلب للمواتير الكبيره ان انت تحط قبلها حاجه اسمها MCC. ايه الـ MCC دي مين يعرف؟
مين يعرف الام سي سي الابريفيشن بتاع ايه؟ مولدد كيس سيركت بريكر. يا لهوي مولدد كيس سيركت بريكر. طيب مين تاني يقول لي ام سي سي ابريفيشن لايه؟ قولوا كنترول. ولا واحد فيكم اتدرب في شنايدر ولا ايه؟ يا سينيور 2 موتور كنترول. شكرا. ايوه ام سي سي اختصار موتور كنترول سنتر. ايه الموتور كنترول سنتر ده؟ ممكن اسالك سؤال؟ هو احنا معانا اسامه ولا لا؟ يا دكتور موجود. سلسة محمد ايه؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله يا رب على طول. بقول لك ايه يا اسامه، هو ينفع ان انا اوصل سبلاي عندي في البيت غير السويتش بورد اللي موجوده ورا الباب؟ هو ينفع بس اعملها ليه؟ طيب ولو نفع واستهبلت وعملت كده وحد عمل شورت سيركت ايه اللي هيحصل؟ هاي الاثنين هيفصلوا كده، السيركت بريكر بتاع السويتش بورد هيفصل. انا مش حاطط لوحه يا ابني، ما انت بقول لك اللي هو الاكسترنال مش هيفضل اللص موجود، هيحرق الحاجه. يبقى حضرتك اسمها ما ينفعش يا باشمهندس. ما ينفعش ان انا اوصل، ركزوا في اللي انا بقوله ده، ما ينفعش ان انا اوصل الكتريكال باور لالكتريكال لود من غير ما يكون في عندي حاجه اسمها سويتش بورد. سويتش بورد دي بيبقى فيها ايه؟ فيها حاجات بتعمل بروتكشن. يعني ايه بروتكشن؟ يعني لو اي حد عمل مصيبه جوه وعدى اوفر كارنت او حصل شورت سيركت او حصل اوفر لود او حصل اي حاجه، السيركت بريكر هيحس ان في مشكله ويفصل. فما يفصل يحمي، يخلي الكارنت بصفر ويحمي الانستاليشن بتاعك من عواقب ان الكارنت يبقى عادي. اتفقنا؟ انا بقول كلام صعب ولا كلام منطقي؟ كلام منطقي دكتور. حلو قوي. لما انا بقى يبقى عندي مصنع وخط انتاج، والمصنع خط الانتاج ده مليان مواتير، نفس الكلام يا اولاد، ما ينفعش اوصل السبلاي على الموتور كده دايركت، لازم يبقى فيه في السكه سويتش بورد. السويتش بورد اللي بتحمي المواتير اسمها ام سي سي. اسمها ايه؟ ها ام سي سي. يبقى احد انواع اللوحات اللي بتعمل بروتكشن اجينست الفولس والمصممه خصيصا للموتور حاجه اسمها ايه؟ ها ام سي سي. يبقى الام سي سي هو اللوحه اللي من خلالها هغذي الموتور. يبقى السبلاي بيخش على اللوحه واللوحه بتدي الموتور. لو حصل فولت في الموتور يبقى اللوحه دي هتريسبوند وتعمل بروتكشن للموتور اجينست ايه؟ الفولت اللي حصل. لازم الموتور حضرتك تختار الام سي سي المناسبه اللي انت تشغله عليها. يبقى الست نقط دول زي اسمك تكون عارفهم. لازم الموتور علشان تشغله بانرجي افيشنسي ليفل عالي يكون الريتنج بتاعه قريب من الميكانيكال لود. لازم تكنترول الستارتنج كارنت بتاعه بميثود معينه. لازم لو عايز سبيد كنترول على الموتور تركب سبيد درايف. لازم الباور فاكتور بتاع تشغيل الموتور يبقى عالي. لازم تمونيتور الهارمونيكس وتعمل لها ميتيجيشن لو عالي عشان هتبوظ لك الدنيا. لازم كمان الموتور ما يوصلش للسبلاي على طول، لازم يوصل ثرو لوحه اسمها ام سي سي. اتفقنا؟ قولوا اتفقنا. اتفقنا يا دكتور. طيب ايه بقى يا دكتور بقى الاي ام سي سي اللي انت حاططها دي؟ بصوا هقولها لكم بالبلدي كده، كل ما هو جديد في كهرباء باور حته كوميونيكيشن. يعني ايه حته كوميونيكيشن؟ يعني لو الام سي سي ده او اللوحه اللي بتغذي الموتور دي مثلا انا عايز امونيتور الالكتريكال كوانتيتيز الموجوده، الموتور الكرنت بتاعه قد ايه، السبيد بتاعته قد ايه، الفولت اللي مشغله قد ايه، ساحب باور قد ايه، الكلام ده عايز اعمل مونيتورنج للكلام ده. ممكن الام سي سي بتاعتي يبقى فيها سكادا سيستم تنقل الحاله الكهربائيه بتاعت الايه بتاعت الموتور. اتفقنا؟ السكادا ده بياخد
بينقل لك بيعمل ميجرمنت للكوانتيتيز ويبعتها لك. يعني ممكن ابقى انا في مكان بعيد مثلا ورابط بقى على كوميونيكيشن وفي مود باس سيستم ولا حاجه وبيقول لي بقى الحاله الكهربيه ايه، الموتور شغال ولا لا، عطل ولا لا، عطل كام مره، الكلام ده. فساعات بستخدم الكوميونيكيشن ان انا امونيتور التشغيل بتاع المصنع بتاعي، وبيبقى ده بيخلي اوبشن زياده في الام سي سي اللي هو البانل اللي بتغذي الموتور. ففي الحاله دي لو انت استخدمت الكوميونيكيشن وكده بيقول على الام سي سي ايه، اي ام سي سي، اي دي الابريفيشن بتاع انتليجنت. يبقى معلش انا هكتبها بره كده عشان الموضوع ده مهم شويه. لو انا بقول ام سي سي ده موتور كنترول سنتر، ودي سويتش بورد اللي من خلالها بغذي الموتور، يبقى السبلاي هنا بينه وبين الموتور في ايه يا اولاد؟ في الام سي سي دي. الام سي سي دي لو جواها كوميونيكيشن، لو جواها عامل انا كوميونيكيشن نتورك تنقل الحاله الكهربيه والكلام ده وانتليجنت شويه، بيبقى اسمها اي ام سي سي. اي ام سي سي الابريفيشن بتاع انتليجنت موتور كنترول سنتر. اتفقنا؟ كله اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتور. طيب المعلومة اللي أنا عايزك تعرفها، الدكتور من شوية قال أنا لازم أختار، أنا لازم أختار الريتنج بتاع الموتور مناسب للميكانيكال لود. إحنا عندنا بقى يا شباب أربع أنواع من الميكانيكال لودز اللي أنا ببقى عايز الموتور يديها الميكانيكال باور بتاعتها. ده أكوردنج للتورك سبيد كاركترستيك بتاعت اللود. لو إني التورك بتاع اللود اجينست السبيد خط ثابت كده، بنقول على نوع اللود ده كونستانت تورك لود او كونستانت تورك ابليكيشن. 90% من الميكانيكال لود تتميز ان التورك سبيد كاركترستيك مالها كونستانت. زي ايه يا اخوانا؟ زي الهويستنج وزي الكونفير بيلتس، التطبيقات اللي فيها المصاعد اللي فيها كذا، بيبقى التورك سبيد ماله كونستانت مع بعض. يبقى اول نوع من انواع الميكانيكال لود ان يبقى التورك اجينست السبيد علاقه ثابته، يبقى ده النوع واحد. النوع الثاني ان لا، ان التورك يكون ليه علاقه لينير مع السبيد، علاقه لينير. زي ايه؟ زي انواع البامبس اللي بتشتغل بالفلويد او بترفع فلويد، بنقول يبقى اللينير ميكانيكال لود موجود في حاله الفوليومتريك بامبس او الفلويد بامبس. ثالث نوع من انواع الميكانيكال لود ان يبقى في علاقه بارابوليك ما بين التورك وما بين السبيد، زي الفان. المراوح كلها كميكانيكال لود تعتبر هي النوع الثالث من الميكانيكال لود، ودي علاقه بارابوليك ما بين التورك وما بين ايه؟ السبيد. العلاقة الرابعة أو النوع الرابع من أنواع الميكانيكال لود اللي هي الهايبربوليك. إيه الهايبربوليك ده؟ إن التورك يقل مع زيادة السرعة، زي الماشين اللي بيلفوا بيها، زي اللي بيلفوا بيها طبق، عارفين القماش مثلا، لو أنا عندي طبق قماش بلفه ولا حاجة، فكل لما أنا الطب ده لفيت كتير وزنه زاد، فالسرعة بتاعت الإيه؟ الماشين تقل. فلو أنا عندي التورك بيقل مع السبيد، ده النوع الرابع من الميكانيكال لود اللي هو الهايبر ايه؟ هايبربوليك. السلايد دي مهمه. انواع الميكانيكال لودز اللي الموتور المفروض يديها الميكانيكال باور بتاعتها اربعه، يا اما كونستانت تورك، يا اما لينير تورك، يا اما بارابوليك تورك، يا اما ايه؟ هايبربوليك. كل واحد من دول ليها التطبيقات بتاعتها زي ما السلايد مبين. حضرتك بقى حسب التورك سبيد كاركترستيك بتاعه الميكانيكال لود بتاعك لازم تختار الموتور المناسب اللي يشغل لك اللود ده. اتفقنا؟
او الريتنج بتاع الموتور المناسب لللود ده. يبقى دي اول نقطه، لازم اختار الموتور اكوردنج لي التورك سبيد كاركترستيك بتاعه مين، الميكانيكال لود. تاني حاجه انا اتكلمت فيها في الانرجي افشنسي، قلت لك طيب عايزين نعمل طريقه ستارتنج معينه للموتور. في طرق كتيره جدا للستارتنج، انا هركز معاك ثلاث طرق بس. اول طريقه عشان اشغل الموتور في اسمها طريقه اسمها دول، دول اختصار دايركت اونلاين. يعني ايه دايركت اونلاين؟ يعني ولا حاجه. شايفه باشمهندس الموتور ده ولا مش شايفه؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ يعني ايه شايفينه. اعمل ستارتنج ميثود للموتور اسمها دايركت اونلاين. ادي السبلاي موجود اهو، او الثري فيس سبلاي موجود واخد من لوحه ولا حاجه، وعايز اغذي الموتور. قبل ما اغذي الموتور لازم يبقى فيه شويه حاجات موجوده في السكه. الحاجات دي بتبقى موجوده جوه ايه؟ جوه اللي الدكتور وليد قال عليه من شويه، اللي هي مين؟ ها ها، اللي هي مين؟ موتور كنترول سنتر. ايوه، الموتور كنترول سنتر ده في شويه رموز كده عايزك تبقى فاميليار بيها، معرفش انت عارفينها ولا لا. اعتقد انا قلتها لكم قبل كده بس هعيدها معاك تاني شويه الرموز دي. مين يعرف ده رمز ايه؟ سيركت بريكر. ايه طيب، مين يعرف ده رمز ايه؟ كونتاكتر. كونتاكتر، ايوه. حد قال، انا سمعت حد جاي من بعيد كده، ده رمز الكونتاكتر. طيب مين يعرف ده رمز ايه؟ لاحظ كده الكونتاكتر نص دايره، دوت بريك سويتش. الكونتاكتر في حاجه بتشغله، ده اسمه سولونويد. السولونويد ده هو اللي بيزق الكونتاكتر يفصله او يشغله. طب يبقى خلاص خلصنا الكونتاكتور. الكونتاكتور ده بنشغله اوتوماتيكالي. اوتوماتيكالي يعني ايه؟ يعني مش انا اللي بمد ايدي اشغله، لازم السولونويد ده يحصل له تشارجنج من دايره كنترول عشان خاطر ياخد سيجنال يشغل الكونتاكتور. يبقى انا مش بمد ايدي اون واوف الكونتاكتور، دايره الكنترول هي اللي بتاون وتوف الكونتاكتور. يبقى ده الرمز الثاني، الاولاني سيركت بريكر والثاني كونتاكتور. ده رمز ايه بقى الثالث ده؟ الدايره الكامله سويتش، لود بريك سويتش. جدع، ايوه اللود بريك سويتش. ايه الفرق بين السويتش والكونتاكتور؟ الاثنين الغرض منهم التوصيل والفصل، انما السويتش بيشتغل مانيوالي، اما الكونتاكتور بيشتغل ايه؟ ها زي ما اتفقنا اوتوماتيكال. طيب ايه، مين يعرف الرمز ده ايه؟ ثيرمال ريلي. ايوه برافو عليك، ثيرمال اوفرلود ريلي. ده حاجه كده بتحس بالكرنت، طول ما الكرنت طبيعي هي تمام، لو الكرنت زاد شويه بيحصل ثيرمال افكت يفصل الدايره. يبقى ده بنقول عليه ايه؟ ها ها، ده رمز الثيرمال اوفرلود ريلي. طيب تمام، شويه رموز كمان، مين يعرف ده رمز ايه؟ إيدنس. نعم، امبيدنس. ده رمز الفيوز. مين الفيوز ده يا اسامة؟ بيبروتكت من الشورت سيركت يا دكتور. تمام، يعني انا لو عندي موتور هنا كده شغال وجي واحد حمار عمل شورت سيركت، فالكرنت اللي هيعدي ده يبقى بالايه؟ ها؟ بيبقى بالكيلو امبير، صح ولا لا؟ الكرنت ده الفيوز ده اول ما بيعدي فيه الكرنت ده بيبقى فيه ميتال ضعيف كده، الميتال ده بيمل ويفصل الدايره، يبقى الفيوز ده بيبروتكت اجينست زي ما اسامه قال بالظبط الشورت سيركت. طب حلو قوي، مين شاطر يقول لي السويتش ده الغرض منه ايه؟ في كنترول، قصدي الكنترول هنا يعني بيعمل ايه اون وايه؟ ها ها واوف. طب الكونتاكتور ده بيعمل ايه برضو؟ في كنترول يعني بيعمل ايه وايه؟ ها اون وايه؟ واوف. طب مين يعرف السيركت بريكر ده بيعمل ايه؟
سيركت بريكر بيبروتكت اجينست الشورت سيركت او بيبروتكت اجينست الشورت سيركت والايه والاوفرلود. مين يعرف ايه الفرق بين الشورت سيركت والاوفرلود؟ بص ايه بقول لكم ايه كلام تاندو درستوه. مين يعرف الفرق بين الشورت سيركت والاوفرلود؟ الشورت سيركت يا دكتور بيبقى كارنت عالي في وقت في يعني عالي جدا في وقت قليل فمحتاجة تربه بسرعة. انما الاوفرلود ده يعني بيعلى جرادولي ما بيعلاش مرة واحدة. فممكن تمام تمام. الاوفرلود ده كارنت بيبقى عالي بس مش عالي قوي. يعني مثلا ممكن يبقى لو كارنت الطبيعي 10 ال 12 امبير ده يبقى اوفرلود. لما ال 10 لما تبقى 40 ده اسمه ايه؟ ها؟ شورت سيركت. يبقى شورت سيركت الشورت سيركت الكارنت بيوصل لمالتيبلز من النومينال كارنت. اما الاوفرلود لا ممكن لحد ضعف الكارنت كده انا اعتبر ايه؟ اعتبر اوفرلود. اتفقنا؟ قولوا اتفقنا. اتفقنا. تأثير الشورت سيركت عنيف على السيستم لان الكارنت عالي قوي ده بيعمل ثيرمال افكت مجنون ممكن يملت الحاجه ويبوظ الدنيا. اما الاوفرلود لا بيعمل شويه سخونيه كده اقدر استحمله شويه انما الشورت سيركت ما اقدرش استحمله خالص. وده ترجمه ان الفاصل للبريكر اجين الشورت سيركت لازم يبقى في زمن قليل جدا 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 لو قارنته بمين؟ ها بالاوفرلود. ماشي كده؟ الكلام ده لازم تبقوا متعلمينه يا اخوانا. طيب مين شاطر يقول لي الثيرمال اوفرلود ريلي ده بيعمل ايه؟ ما فيهاش كلام يا دكتور. هو بيبروتكت اجينست ايه؟ اجينست ايه من اسمه حتى اجينست الايه؟ اوفرلود. الاوفرلود متفقين. يبقى انا لو حاطط فيوز في سكه الموتور هل ينفع اعتمد على الفيوز ده في البروتكشن لوحده؟ لا لازم احط معاه مين؟ ها ثيرمال اوفرلود. يبقى ده هيحمي من الشورت سيركت وده هيحمي منين؟ الاوفرلود. طب انا لو معايا فلوس وحاطط سيركت بريكر والسيركت بريكر ده من النوع الثيرمال ماجنتيك يعني بيحمي من الشورت سيركت وبيحمي من الاوفرلود هل في داعي ان انا احط اوفرلود ريلي؟ لا لا لا. ليه؟ عشان ده ثيرمال ماجنتيك. وقصدي بثيرمال ماجنتيك ان هو بيحمي منين؟ الاوفرلود والشورت سيركت. طب لو السيركت بريكر ده ماجنتيك بس يعني بيحميني من الشورت سيركت بس لازم احط معاه ايه؟ لازم احط معاه ايه يا ابني انت وهو؟ ها ثيرمال اوفرلود. ثيرمال اوفرلود. متفقين. طب يا دكتور هو انت قلبت بروتكشن وقلبت سويتش بورد ليه كده وقلبت شنايدراوي ليه كده والكلام ده ليه قلته؟ نرجع لمرجوعنا تاني بقى. من ضمن الرولز اللي بتقول ان الموتور لازم يبقى شغال بافيشنسي عالي ان انا اختار الستارتنج ميثود المناسبه. احد اللي هي الطرق اللي انا بعمل بيها ستارتنج للموتور وهي مش طريقه قوي يعني هي حاجه اسمها دول. دول اختصار دايركت اون لاين. ايه اللي حاصل؟ مين ده يا اولاد اللي تحت ده؟ مين اللي انا عامل عليه اسهم ده؟ الموتور. ده الموتور. مين اللي فوق ده؟ دكاتره اطراف السبلاي. فانا ملاحظ هنا ان انا موجود عندي فيوز عارف لازمته ايه، كونتاكتور اللي هو كي ام 1 عارف لازمته ايه، عندي اليمنت تاني اللي هو اف 2 ده اللي هو ثيرمال اوفرلود ريلي عارف لازمته ايه. في بقى حاجه موجوده كده في سكه الدايركت اون لاين مش عارف انتوا عارفينها ولا لا. مين يعرف ده رمز ايه؟ ايزوليتر. ايوه ايزوليتر. بيعمل ايه الايزوليتر ده؟ مين يعرف؟ ايوه ايزوليتر. ما انا عارف ان هو ايزوليت يا مريم. فيزيكال يعني ايه؟ مين يعرف؟ هو انا الكلام ده قلته لكم يا اولاد قبل كده ولا لا؟ اه دكتور. هو ده لو تقريبا هعمل صيانه او حاجه بص الاول بعدين بص.
عشان المسافه بين الباكات بتاعته كبيره. هو ايوه هو ده اللي بيضمن ان لو في سبلاي هنا ولود تحت. انتوا شايفين الرسم السكيماتيك اللي انا رسمه ولا لا؟ وانا اللود ده عايز اضمن ان الكرنت مفصول عنه والفولت مش واصل عليه تماما، بعمل سويتشنج بحاجه اسمها ايزوليتور. بس الايزوليتور ده كل دوره ان يعمل ايه؟ يعمل جاب هواء كبيره ما بين السبلاي وما بين مين؟ اللود، عشان خاطر لو حصل اوفر فولت السيرج او حاجه ما يتكسرش جاب الهواء. لو كانت قليله كانت ممكن تتكسر ويوصل كرنت، والراجل اللي بيعمل صيانه في البتاع ده يلاقوه ايه؟ يلاقوه ماله؟ يلاقوه ميت. اتفقنا؟ فبعض الاحيان هتشوف الرمز ده، الرمز ده معناه ان ده element بيعمل isolation، وزي ما زميلتنا قالت كده ده اسمه فعلا isolation. ارجع لموضوعنا، معلش استحملوني شويه. لو بصيت بقى هنا في الدايركت اونلاين، ايه اللي في سكه الموتور؟ ايه اللي ما بين السبلاي وما بين الموتور يا اولاد؟ ها ايه ده؟ اول واحد كيو 1 ده ايه؟ ايزوليتور. واف 1 ده ايه؟ فيوز. وام 1 ده ايه؟ كونتاكتور. واف 2 ده ايه؟ ها اوفرلود ريلي. ايه قصدي بالدايركت اونلاين؟ خد بالك ان الديسكونكتور ده بيبقى كلوز، والفيوز خلقه ربنا موصل، والايفرلود ريلي موصل. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا عايز اسويتش اون، هعمل ايه؟ هخلي دايره الكنترول تدي سيجنال لمين؟ للكونتاكتور اللي اسمه كي ام 1، فالكونتاكتور يوصل. اما الكونتاكتور يوصل عدى الكرنت، عدى الكرنت، والموتور ماله؟ يبدا ايه؟ ها يشتغل. انا عايز اسالك سؤال، هو انا هنا عملت طريقه قللت بيها الستارتنج كرنت، ولا انا وصلت مباشره الموتور على السبلاي؟ وصلناه مباشره. لا لو سمحتوا انطقوا. انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي انا عملته الكونتاكتور وصل الكرنت على مين؟ على الموتور. يبقى الستارتنج كرنت ده هنا انا قللته؟ لا، انا وش كده رحت عامل كونكشن او عملت سويتشنج اون للكونتاكتور، فالكونتاكتور وصل، فالكرنت عدى، بقى الكرنت العالي عدى على الموتور عادي خالص. هل دي فيها اي ليميتيشن للستارتنج كرنت ولا لا؟ لا لا لا. دي بقى تخيل ان الطريقه لا دي هي دي اشهر طريقه ستارتنج الموتور اللي هي دايركت اون لاين. يبقى دي معظم المواتير بيشتغلوا بالطريقه دي. دي طريقه موست ايكونوميكال وسيمبل، لان انا ما بخترعش حاجه، ما بعملش تحويله، ما بقللش، ما بدخلش ريزيستنس تقلل لي كرنت، ما بحولش السبلاي من ستار ودلتا زي ما هنشوف دلوقتي. لا ده طريقه ايكونوميكال خالص، لان انا ما فيش اي تولز زياده بحطها او حاجه بوصلها تقلل لي الكرنت. الطريقه دي على الرغم من هي تعتبر طريقه ومستخدمه لمعظم الحاجه، انما غير مناسبه خالص لكل ما هو إليفيتورز. هل ينفع يبقى انا عندي اسانسير يا شباب او مصعد بوصل السبلاي مباشره على الموتور بالستارتنج كارنت العالي ولا لا؟ ولا لا؟ لا. ليه؟ لان الطريقه دي نوت سموث. يعني ايه نوت سموث؟ يعني انا بزود الفولت والكارنت على الموتور دايركتلي، مش بعمل سموثنج للستارتنج. يبقى الطريقه دي غير مناسبه لما هو في مصعد او اسانسير او كمان بيلز. يعني لو عندي باكنج لاين، عندي خط انتاج كده وفي سير ماشي، ينفع السير ده اعمله طريقه ستارتنج للموتور بتاعه دايركت اون لاين؟ ردوا عليا ينفع؟ لا. لا ليه؟ لان السير هيبدا بهزه جامده، ممكن لو عليه برودكت او حاجه البرودكت ده يجرى له ايه؟ يقع. يبقى الطريقه دي للاسف هي نوت سموث. تخيل ان الستارتنج كارنت بتاع الطريقه دي بيوصل الكارنت من 5 ل 8 اضعاف النومينال كارنت. عشان كده الستارتنج كارنت بيبقى عالي قوي، عشان كده الطريقه دي لا تستخدم للمواتير اللي الريتنج بتاعها
اكبر من 5.5 كيلو وات. يعني لو معايا موتور 3 كيلو وات ينفع استخدم له دايركت اون لاين، لو معايا موتور 6 كيلو وات ما ينفعش استخدم له طريق دايركت اون لاين. عارفين ليه؟ لان كل ما الريتنج يزيد الاي نورمال هيزيد والستارتنج كارنت مالتيبل من نومينال كارنت، فده هيعمل لي مشكله والستارتنج كارنت ده ممكن يتداخل ويفصل البريكر. يعني ممكن الستارتنج كارنت ده او الموتور الريتنج بتاعه عالي البريكر يفصل لان ده شايفه تيار ايه، تيار غريب. عشان كده الطريقه دي ما هياش سموث، الطريقه دي الستارتنج كارنت بيبقى عالي قوي، فالطريقه دي ليميتد للمواتير الصغيره. قصدي ايه بالمواتير الصغيره؟ المواتير اللي الريتنج بتاعها اقل من 5.5 كيلو وات. اكتر من 5.5 كيلو وات الدايركت اون لاين ده مش مناسب للستارت. ماشي؟ تماما. طيب بصوا بقى، صحيح الستارتنج كارنت بيبقى عالي وصحيح الطريقه دي مش سموث، انما هي فيها ميزه برضو ان الستارتنج تورك برضو بيبقى ايه، قولوا لما الستارتنج كارنت يبقى عالي الستارتنج تورك برضو بيبقى ايه، ها بيبقى عالي. بعض الابليكيشن او بعض الميكانيكال لودز ببقى محتاج ستارتنج تورك عالي في البدايه، يبقى هي مناسبه للابليكيشن اللي انا محتاج فيها ستارتنج كارنت ايه، ستارتنج كارنت عالي او ستارتنج تورك عالي. شباب ثانيه يا شباب، ماشي الشباب انا اسف معايا. دكتور انت بتعمل ايه؟ انا بعرفكم اول طريقه بعمل بيها ستارتنج موتور، خلاص احنا خدناها خلاص، حاجه اسمها دايركت اون لاين دي ابلايد للمواتير الصغيره الاقل 5.5 كيلو وات. من عيوبها ان هي نوت سموث، انما هي مناسبه للابلكيشن اللي بحتاج فيها في البدايه ستارتنج تورك ايه عالي. اكيد الاليفيتور والبيلتس مش محتاج ستارتنج تورك عالي، يبقى هي مش مناسبه للحاجات اللي عايزاني ابدا سموث، للميكانيكال لودز اللي عايزني ابدا سموث. هي دي فاليد للحاجات اللي محتاجه ستارتنج تورك عالي في البدايه. ده الدايركت اون لاين. زياده بقى في التفاصيل، الستارتنج كارنت بيوصل من 3 ل 8 اضعاف النومينال كارنت، الستارتنج تورك من 0.6 ل 1.5 النومينال تورك. المزايا ان هي سيمبل، ان هي لو كوست، ان هي مناسبه للابلكيشن اللي فيها هاي ستارتنج تورك. الديس ادفانتج الكرنت الستارتنج بيبقى عالي والتورك الستارتنج بيبقى عالي، فهيبقى وحش للابلكيشن اللي مش عايزه ستارتنج تورك عالي، ان هي السبلاي لازم يستحمل الاوفر كرنت اللي بيحصل في الستارتنج والبروتكشن بتاعه، وده عيب برضو في التظبيط سيتنج البروتكشن بيلخفن شويه، ان بيحصل ميكانيكال هارش للستارتنج سيكونس. يعني ايه؟ خد بالك لما الاي ستارتنج ده بيبقى عالي في فتره زمنيه بيبقى التي ستارتنج برضو عالي لفتره زمنيه، يعني معنى كده ان التورك ده هيرجع يقل تاني، ده بيعمل حاجه اسمها ميكانيكال هارش. يعني تلاقي كده في بدايه تشغيل الموتور، سامحوني في التشبيه ده، الموتور بيرعش في البدايه، الرعشه العاليه اللي حصلت في البدايه دي نتيجه ان التورك بيبقى عالي، الرعشه دي احنا بنقول عليها ميكانيكال هارش. ميكانيكال ايه؟ هارش. طيب ايه الابلكيشن المناسب اللي انا اعمل بيه الدايركت اون لاين؟ كل الاحمال اللي بتستارت ات فول لود، كل الاحمال اللي بتستارت ات ايه؟ ات فول لود. اي حاجه ميكانيكالي الميكانيكال لود بيبقى موجود في البدايه مش بيوصل زياده جراديوال سنه سنه، بقول انا انسب ليا ان انا اعمل ايه؟ اعمل ستارتنج للموتور اللي هيقوم الميكانيكال لود ده بالدايركت اون لاين. يبقى دايركت اون لاين مفيش طريقه ستارتنج يا اولاد، انا بوصل وتوكلت على الله، بس ده لازم اخد بالي طبيعه اللود اللي تحت ده هيستحمل توكلت على الله دي، ولا الستارتنج تورك العالي ده هيبهدل الدنيا، ولا كذا ولا كذا. يبقى الاحمال الميكانيكال اللي باديه وموجوده فول لود انسب ليها ان انا اشغلها بالايه؟ بالدايركت اون لاين. اتفقنا؟
انا في النقطه دي شايفكم على فكره انا هتكلم ما علينا ده الدايركت اونلاين. الطريقه الثانيه بقى لو سمحتوا ركزوا معايا شويه هي طريقه الستار دلتا. مين يعرف حاجه عن الستار دلتا؟ مين يعرف حاجه عن طريقه الستار دلتا ستارتر للثري فيز موتور؟ اولا هل ينفع اقول ستار دلتا الا اذا كان الموتور 3 فيز او ولا لا؟ لا ما ينفعش. طب سؤال تاني، خدته 3 فيز ولا لا؟ خدناها. طيب هدردس معاكم شويه يعني ايه الستار دلتا ميثود دي، ودي ابسط واشهر طرق الستارتنج ل 3 فيز موتور. اسمحوا لي هراجع معاكم شويه حاجات كده، ركزوا يا دكاتره. في حاله الثري فيز لو الوايندنج واصل كده بقول عليه كونكتد ايه؟ ها ستار. ستار والستار هنا بيبقى فيه كومن بوينت بنقول عليها، حتى احنا من زمان نقول عليها الستار ايه؟ ها الستار بوينت. اتفقنا؟ طيب هسألك سؤال، الوايندنج الواحد بيبقى شايف فولت قد ايه؟ الفولت ده اسمه ايه؟ بص يا دكتور وليد، الستار بوينت اللي انت بتقول عليها دي احنا بنسميها نيوترال. بنسميها ايه في 3 فيز؟ قولوا بنسميها ايه؟ نيوترال. فبيبقى الوايندنج الواحد شايف من اللاين للنيوترال صح؟ وده بيتسمى في فيز. المعلومه اللي بقولها دي سهله ولا صعبه؟ سهله يا دكتور. بالمناسبه الوايندنج ده اللي انا مشاور عليه ده هو الموتور وايندنج. ليمين للثري فيز موتور. لو الموتور وايندنج شايف او متوصل ان ستار او ان واي كونكشن اقول عليه بيسبجكتد لفولت قيمته قد ايه؟ بي فيز. بي فيز ده هو الفولت بين اللاين والنيوترال. انا بقول حاجه سهله ولا صعبه؟ سهله يا دكتور. اما لو الوايندنج كان واصل دلتا، شايفين ولا لا؟ الوايندنج بتاع الموتور واصل دلتا. في حاله ان الوايندنج واصل دلتا ده لاين واحد للسبلاي وده لاين اتنين للسبلاي وده لاين ثلاثة للسبلاي، لان السبلاي ماله؟ ها 3 فيز. مين شاطر يقول لي الوايندنج شايف فولت قد ايه من هنا لهنا؟ ده فولت احنا بنسميه في ايه بقى؟ بنسميه في لاين. طب في لاين ده بكام؟ ده الفولت اللي ما بين اللاين واللاين. لو انتوا درستوا 3 فيز، اللي درس لك 3 فيز عرفك ان الفي لاين ده كقيمه كم الفي فيز؟ روت 3. برافو عليكم. كام؟ تمام روت 3. روت 3 روت 3. حلو قوي. هسألك سؤال بقى، لو انت تقدر تختار الكونكشن بتاع الوايندنج براحتك بس انت في الاخر عايز الوايندنج يتفاعل ويخرج لي تورك يتناسب مع في لاين، يبقى انت لازم توصل الوايندنج بتاع الموتور ماله؟ ها ماله؟ دلتا. دلتا. بس يا دكتور انا من مصلحتي في الستارتنج ان انا اشغله على فولت اقل من الفي لاين، فبنيجي نعمل ايه؟ بنخترع بقى طريقه اسمها الستار دلتا ميثود. باجي يا اولاد على الوايندنج بتاع الموتور الثري فيز وايندنج دول اوصلهم في الاول ستار، لان انا لو بدات
في الستار هيبقى ال V اللي شايف الويندنج اسمه ايه؟ ها V فيز. و V فيز ده اقل من V لاين بكام؟ تقسم V لاين على كام؟ ها على جذر 3. وبعد شوية وقت اعمل ريكونكشن للويندنج ده اوصله ايه؟ ها ها اوصله ايه؟ قولوا اوصله دلتا. ايه؟ دلتا. لان في الدلتا هيبقى ال V بتاع الويندنج هو V ايه بقى؟ هو V لاين. يبقى انا قول لي انت لو انا عايز استارت واقلل الستارتنج كارنت اعرض الوايندنج بتاع الموتور في البدايه لفي فيز ولا في لاين؟ في فيز. في فيز. وبعد شويه وقت على فكره بعد شويه وقت دول فبحتاج ان انا اشغل ايه؟ ها تايمر اري كونكت الوايندنج بس احول الستار لايه بقى؟ ها لدلتا. فبالتالي الويندنج هيشتغل على ايه؟ على في لاين ويديني التورك الريتنج اللي انا عايزه. انا ما ينفعش اكمل ستار، انا بس في الاول ركزوا الله يهديكم، باخد الويندنج بتاع الثري فيز اندكشن موتور اوصلهم في الاول ستار، ان انا لو وصلت الويندنج ستار الويندنج هيشوف الفي فيز، الفي فيز ده اقل من الفي لاين بفاكتور جذر 3. وبعد شويه وقت اري كونكت الوايندنج ده في صورة ايه بقى؟ ها صورة ايه؟ صورة دلتا. اتفقنا يا اولاد؟ يبقى الطريقه دي فيها ليميتيشن للكرنت بتاع الموتور في الستارتنج ولا لا؟ اه بشغله على فولت قليل الاول وبعد كده اري كونكت واشغل على الفولت الفي لاين اللي انا عايزه. يبقى انا كده ضمنت في البدايه ان الستارتنج كرنت اقل ولا لا؟ اه دكتور ضمنت النهارده. طيب اللي انا شرحته ده معاك هنا في النوت دي باين قوي في الرسمه دي، شايفين الرسمه اللي سلايدز رجعت ولا لا؟ رجعت. بصوا شايف البلوك ده ايه اللي حاصل؟ ادي وايندنج 2 3 اللي هو 3 فيز وايندنج بتاع الموتور اللي هو على فكره ده كونكشن بوكس بتاع الموتور. وادي طرف 2 طرف 2 3 4 5 6 اللي هو طرف 2 3 4 5 6. هو الراجل جه عمل ايه هنا؟ حط حته حديده كده، حط حته حديده كده يبقى وصل ايه؟ وصل ايه يا ابني انت وهو؟ ها ها طار. انما التوصيله الثانيه في الكونكشن بوكس الثاني عمل ايه؟ ادي وايندنج 2 3. بصوا بقى خد نهايه ده مع بدايه ده ونهايه ده مع بدايه ده ونهايه ده مع بدايه ده، يبقى كده وصل الموتور ايه؟ دلتا. دلتا. فاللي بيحصل كالاتي، ادي الموتور وادي السته طرف بتوعي، طرف 2 3 4 5 6، يبقى ايه موجود جوه هنا؟ وايندنج 2 3. لو سمحتوا ركزوا، ادي هنا الكيو 1 ده اللي هو الفيوز ده هيبقى قافل موصل عادي. ركزوا، اقوم انا موصل في البدايه 2 كونتاكتور، الكونتاكتور كي ام 1 وكي ام 2. الكونتاكتور كي ام 2 هيوصل السبلاي على الموتور، والكونتاكتور كي ام 1 عمل ايه؟ عمل ايه على الثلاث اطراف التانيين؟ وصلهم ايه؟ وصلهم ايه يا ابني؟ قفل هنا بوصل ايه؟ بوصل ستار. يبقى في المرحله الاولانيه انا بكتب معاك اهو كي ام 1 كي ام 2 وصلوا، يبقى كده السبلاي واصل والوايندنج ماله؟ ها ها ستار. اتفقنا؟ وكمان بشغل تايمر، التايمر ده بيعد ثلاث ثواني، اكون انا ضمنت ان خلال الثلاث ثواني دول الموتور بدا يقوم. ركزوا معايا، الموتور بدا ايه؟ ها يقوم. بعد شويه وقت وبعد الثلاث ثواني التايمر هيبعت سيجنال، السيجنال دي تعمل ايه؟ تفصل كي ام 1 وتشغل مين؟ ها كي ام 3. كي ام 3 ده
هيشتغل وكي ام 2 شغال. كي ام 3 ده بيقول لك ان انا عملت ري وايرنج للوايندنج ووصلته ايه بقى، وصلته دلتا. يبقى الباور دايجرام اللي واضح قدامك ده في ثلاث اكشنات انت بتعملهم. اول مرحله بتشغل فيها كي ام 1 وكي ام 2 والموتور يبدا يشتغل وبشغل تايمر كده، الموتور عمل ستارتنج والوايندنج بتاعته واصلين ايه، واصلين ستار. بعد شويه وقت التايمر بيبعت لي سيجنال، السيجنال دي بتفصل كي ام 1 وتشغل مين، كي ام 3. يبقى انا عملت ري وايرنج للوايندنج بتاع الموتور واشتغل ايه، دلتا. انا كده ضمنت ان الموتور شغال الاول على فولت اسمه في فيز، بعد شويه وقت اشتغل على فولت اسمه في لاين. يبقى ايه المقصود بالستار دلتا ستارتنج؟ هي احدى الطرق اللي انا هنا فعلا بقى عملت ليميتيشن للستارتنج كارنت. والليميتيشن ده ان انا في الاول اديته فولت قليل وبعد كده زودت الفولت بعد شويه ايه، بعد شويه وقت. اتفقنا؟ اتفقنا. ممكن اقول لكم على حاجه، معلومه لازم تبقى عارفها برضو كراجل في انرجي. يعني بصوا يا شباب بقى، الرسمه اللي قدامك دي اسمها باور دايجرام، اسمها باور ايه، ها، دايجرام. في رسمه ثانيه اسمها كنترول دايجرام. الكنترول دايجرام دي هي اللي هيبان فيها مين بقى، ها، هيبان فيها مين؟ انتوا معايا اولاد ولا لا؟ معاك يا دكتور. هيبان فيها يعني انا قصدي ان التايمر مش باين في الرسمه دي، الرسمه دي رسمه الباور. انا هنا عايز افهمك ان الموتور ده هيشتغل على مرحله، اول مرحله ان كي ام 1 وكي ام 2 يبقوا شغالين، يبقى كده الموتور شغال ايه، ستار. بعد كده في تايمر بدا يشتغل مع التشغيل، التايمر ده بعد ما يعد الثلاث ثواني بتوعه هيفصل لي كي ام 1 وشغل لي ايه، ها، كي ام 3. انت مش شايف الكنترول ده، الكنترول ده بيبقى موجود في دايره ثانيه اسمها دايره ايه، دايره الكنترول. يبقى في دايره باور وفي دايره كنترول. دايره الباور واضح فيها ان الموتور هيشتغل الاول ستار وبعد كده يتحول الوايندنج بتاعه لايه، لدلتا. دايره الكنترول هي اللي هيبان بقى فيها التايمر ومين بيدي مين ومين بيشغل مين. دايره الكنترول دي اللي بيبرمجوا بيها البي ال سي اللي بيعمل الموضوع ده، وده مش موضوعنا دلوقتي. انا كل اللي انا عايزك تفهمه فيزيكالي ان الستار دلتا ستارتنج ميثود هي طريقه بعرض فيها الموتور الاول لدي فيز، فبيبقى الستارتنج كارنت حنين شويه، بعد شويه وقت بقلب من ستار لايه، لدلتا، فالفي فيز تتحول لايه، لفي لاين، ويبقى الكارنت هيوصل للقيمه الايه، القيمه الطبيعيه بتاعته. السؤال، الستار دلتا بنعمل فيها ليميتيشن للستارتنج كارنت او ولا لا؟ ايوه يا جماعه، ايوه نعم. يا مريم دكتور مريم. طيب هرجع تاني للبرزنتيشن. دي الطريقه الثانيه للستارتنج. تعالوا نقرا شويه عنها، شويه حاجات كده. الستارتنج كارنت قل شويه من 3 ل 4 اي نومينال، الثاني كان من 3 ل 8. خد بالك كمان الستارتنج تورك، بما انك قللت الستارتنج كارنت فالستارتنج تورك قل برضو عن لو قارنت بمين، بالدول برضو، ان الارقام دي اقل بكتير من الدايركت اونلاين ميثود لان انا عملت ليميتيشن للستارتنج كارنت. المزايا دي سيمبل واكونوميك ستارتنج ميثود، ودي موست ابليكابل للثري فيز اندكشن موتور. عيوبها بقى ان الستارتنج تورك بيقل، فلو عندي ابلكيشن محتاج ستارتنج تورك عالي الطريقه دي مش هتبقى مناسبه لي. ودي برضو مش طريقه ادجستبل يا اولاد، لان انا بنقل من في لاين على جذر 3 لفي لاين على طول، ما عنديش يعني بعمل مرحلتين، مش بنقل سموث، لا ده انا ببقى شغال على في فيز اللي هو في لاين على جذر 3 وصادر لي بعمل سويتشنج انقل للايه، للفي لاين نفسه، فهي تعتبر برضو مش adjustable method. دي بتستخدم لمين يا دكاترة بقى؟ بتستخدم الابليكيشن اللي بتبدأ at no load، زي مين؟ زي الفانز وزي الـ centrifugal pumps.
هو بالك الدايركت اونلاين مناسب للابلكيشن اللي بيبدا بالفول لود عشان الستارتنج تورك بيبقى عالي. اما الابلكيشن اللي بتبدا بالنو لود الاول وبعد كده اللود يزيد هي مناسب ليها الستارتنج، لان التي ستارتنج هنا ايه في حاله الستار دلتا بيبقى ماله بيبقى قليل. بالاخر الموتور لازم عشان اشغله بانرجي افيشنسي ليفل لازم اختار له طريقه الستارتنج المناسبه، يا اما استخدم دايركت اونلاين لو انا محتاج ستارتنج تورك عالي، يا اما اختار الستار دلتا لو انا محتاج ستارتنج تورك ايه قليل. بس الطريقتين دول مش ادجاستبل. مين الطريقه الادجاستبل بقى؟ حاجه اسمها ايه؟ ها حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ما تقولوا معايا يا اخوانا الله يهديكم، حاجه اسمها مش هكمل على كلام هاني، حاجه اسمها ايه؟ ها سوفت ستارتر. ده حاجه بتعتمد على الباور الكترونكس، هنشرحها المره الجايه. خدنا ايه النهارده؟ مركزين مع اشهر الكتريكال لود اللي هو الموتور. خدنا انواعهم، خدنا المودز بتوع التشغيل بتاع الموتور، خدنا 6 كونديشن لازم اوفرهم عشان الموتور يبقى الانرجي افيشنسي بتاعه عالي. بدانا خلصنا انواع الميكانيكال لود اللي هي الكونستانت واللينير والبارابوليك والهايبربوليك، ودول كل ميكانيكال لود بيفرق عن الثاني وحسب الابلكيشن، ولازم الموتور اختار الريتنج بتاعه المناسب لايه للميكانيكال لود ده. وبدانا كمان في الستارتنج ميثود لازم ليميت الستارتنج كارنت بتاع الموتور اللي بيبقى عالي في البدايه عشان اضمن ان ده ما يعملليش مشاكل في تشغيل ايه في تشغيل الموتور. خدنا طريقتين ستارتنج، دايركت اونلاين والستار دلتا. المره الجايه هناخد السوفت ستارتنج وهنبدا ناخد بقى السبيد درايف ونشوف ازاي الموتور وهو شغال انا بقلل الاستهلاك بتاعه وباخد منه الميكانيكال باور اللي انا عايزه. اتفقنا؟ اتفقنا. احنا وصلنا للسلايد 12 يا شباب، ماشي تمام. الاسبوع الجاي يوم الاربعاء هتيجوا تعملوا البرزنتيشن اللي انا طالبها عن اللايت لامس اللي اتفقنا عليه، وبعد ما تخلصوا البرزنتيشن هنشتغل برضو شويه نكمل المحاضره بتاعه النهارده. اتفقنا؟ ايناوي تمام؟ تمام يا دكتور. إناوي. بس سؤال بس في حته البرزنتيشن. انت صوتك بعيد قوي على فكره. هو حضرتك المحاضره اللي بعد تقلنا بتاع انواع اللمب فيها 5 انواع واحنا 7 فات، فهيبقى في نوعين متكررين، في مشكله؟ الخمس انواع واضحين اللي هم في السلايد الاولانيه. تمام. احنا بقول لحضرتك احنا 7 تيمات، فهيبقى في نوع يعني تيمين بيعملوا عن نفس النوع. ماشي اي حاجه اعمله بس قدامي برزنتيشن عن مين، عن اللامس، وقسمه زي ما تقسمه. اتفقنا؟ تمام. طب وبالنسبه لحضرتك للدايلكس زي ما قلت لنا هتبعت لنا حاجات نشتغل عليها. حضرتك هتبعت لنا المفروض اللي هنشتغل عليها. انتوا 14 واحد هتقسموا 3 جروب، كل جروب يختار له اريا يعمل لها لايتنج. حد يختار بقى ابارتمنت، حد يختار نعم. يعني احنا اللي هنختار. خش على جوجل كل حاجه يا اخوانا، خش على جوجل اكتب ابارتمنت بلان اوف ابارتمنت، هتلاقي بلانات لشقق كده 3 وريسبشن 4 وريسبشن. خد بلان اوف مثلا قاعه تدريس، واحد ياخد قاعه تدريس، بلان اوف مثلا ريسبشن في اوتيل، واحد ياخد ريسبشن في اوتيل، واعمله على الدايلكس اللايتنج للكلام ده. فانا طب وده يبقى تسليم امتى يا دكتور؟ قبل اخر السنه. تمام ماشي. هيبقى تسليم بس ما فيهوش برزنتيشن ولا حاجه صح؟ لا تسليم اللي هو الريبورت الدايلكس اللي خارج بعد ما تعمل عليه الشغل. بالمناسبه طبعا. الموضوع مش صعب خالص، موجود وافيلابل وعلى اليوتيوب وهتعمله على طول، بس انت محتاج تفضي وقت جنابك ساعتين. تمام يا دكتور ماشي. خدنا ايه النهارده؟ خدنا الموتور والستارتنج ميثود والانرجي افيشنسي والموج التشغيل ولا بلا بلا. ماشي نتقابل الاربعاء الجاي ان شاء الله. هيبقى في الكليه، ها في القاعه اللي احنا بناخد فيها المحاضره. تمام يا دكتور ان شاء الله. ماشي يا رجاله، ما حدش يكلمني على اللامس غير ما يجيب داتا شيت ليها،
شوف مصنع وخش هات الداتا شيت وقول لي اهو الكتالوج بتاع اللمبه الفلانيه اهو. اتفقنا؟ اشتري بس، اشتري بس، اتفقنا؟ وافيلابل بريتن كذا وثمنها كذا. ماشي يا شباب، اشوفكم على خير. السلام عليكم. عليكم السلام.